من ميناء طنجة المتوسط بشمال المملكة، حيث وصل 1418 مغربي مقيم بليبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم على متن باخرة مغربية أرسلت بتعليمات ملكية لإجلاء المغاربة الراغبين في مغادرة هذا البلد في ظل الظرفية التي يمر بها. الباخرة أقلت كذلك أزيد من 93 أجنبيا ينتمون لبلدان صديقة. من ميناء طنجة المتوسط، روبورتاج الحسين وزيك وعادل بوسكري. الخامسة صباحا بميناء طنجة المتوسط، الجميع هنا ينتظر بترقب كبير ان تظهر باخرة في الافق. على متن هذه الباخرة افراد الجالية المغربية العائدين من ليبيا. فرغم سوء الاتصالات والتدهور الخطير للوضع الامني في معظم المدن الليبية، استهل المغرب اليوم عملية اجلاء بحرية ضخمة. قد يبدو التعب وقد أخذ مليا من وجوههم، إلا أن الوصول إلى أرض الوطن يمحو كل تعب أو إنهاك. والله لا سيد، لحظة الاستقبال خلات عيني كيدمعوا صراحة. لأول مرة كنحس بأن المغرب فوق الشدة كتحس بهم بأن كاينين. هذا اللي أكثر من هذا الشيء ما نقدر. الممتلكات اللي خليتو تما؟ الممتلكات أنا كنخدم جزار تما، والله العظيم تقريبا قريب على الاقل ما نكذبوش، يعني 6 المليون انا غادي بصاكو ملايه قالت لي تمكين. في الديور الداخل ما حسيناش بحاجه، داك الشيء فيه بس مش بالغ واجد، ما فيش داك الشيء كل شيء. نعم. وما قاسوناش، ولما جينا تهلاو فينا بزاف 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 في هذا. باخرة هذا الصباح اقلت على متنها ازيد من 1500 عائد الى المغرب، من بينهم 98 عائدا من دول اخرى كفلسطين، تونس والجزائر. هذه ارتسامات بعضهم فور وصولهم إلى المغرب. حالة مش عادية، تخوف بالحق. خلينا فلوسنا، خلينا دبشنا واحد، المهم ما احنا كي وصلنا سلامات. أنا في التراب المغرب عبارة في التراب التونسي، ما عنديش حتى مشكلة. فحصلنا تاع المغرب الحمد لله زعما. وكيفاش كانت الرحلة مع المغرب؟ لا صافا بيان، عتهلوا فينا، فرحوا بينا، عتهلوا فينا، فاهم كيف. وبميناء طنجة المتوسط سيتم نقل كل فرد من العائدين إلى مدن إقامتهم عبر حافلات ستنطلق في اتجاه مختلف جهات المملكة. وإحنا على استعداد مع كل المؤسسات وكل الإدارات وخاصة مؤسسات محمد الخامس باش نضمنوا ظروف ديال الاستقبال جيدة ونأملوا النقل ديال المواطنين إلى المناطق ديالهم. وأنتم تلاحظوا على أن الأشياء تمر في ظروف جيدة جدا. المغرب بذل جهودا كبيرة من أجل تيسير عودة المواطنين المغاربة المقيمين بليبيا، وقد تم إحداث لجنة موسعة لتنسيق عملية استقبال العائدين وضمان كافة التدابير لتوفير وسائل الراحة لهم وكذا نقلهم إلى المدن والأقاليم التي ينحدرون منها. ومن ميناء طنجة المتوسط مبعوث القناة الحسين أوزيك يجيبنا عن كيف تتم التدابير الخاصة لاستقبال المغاربة العائدين وما هي المساعدات الضرورية التي تقدم لهم ليلتحقوا بالمدن التي ينتمون إليها. نعم صلاح، المغرب بدر منذ اندلاع الأزمة الليبية أي في منتصف شهر فبراير وبالضبط في 17 من شهر فبراير، بدر المغرب إلى التحرك من أجل ترحيل المغاربة المقيمين بليبيا، خاصة منهم عبر الرحلات الجوية والرفع من عدد هذه الرحلات الجوية. هناك كذلك أعداد كبيرة تمر عبر الحدود الليبية التونسية والحدود الليبية المصرية. اليوم نشهد أضخم رحلة بحرية، اليوم على الساعة 6 صباحا وصلت أولى هذه البواخر محملة بأكثر من 1500 مغربي مقيمين بليبيا، معهم أعداد كبيرة من الأفارقة ومن الدول العربية الشقيقة. كذلك هنا الاستقبال كان جيدا من خلال أنهم مستوى الذين تم استقبالهم، تقديم مساعدات طبية، تقديم خدمات نفسية، لأن المراحل الصعبة وكذلك الظروف الصعبة التي مروا منها هناك في ليبيا تستوجب أنه يكون هناك تدخل. لماذا هذا التدخل؟ لأن المواطنين العائدين والذين قابلناهم هنا بميناء طنجة المتوسط يقولون، القادمين من طرابلس مثلا
او من الزنتان او من مصراتة او من سرت من مختلف المدن الليبية يقولون بل ويؤكدون ان الظروف المعيشية هناك صعبة وان اعمال العنف والفوضى منتشرة في كل مكان، لذلك عودتهم الى المغرب كانت بمثابة ذلك البريق الامل الذي اعادهم الى الحياة من جديد ووفر لهم مستوى من الراحة النفسية والراحة الصحية كذلك مما لاحظناه هنا بميناء طنجة المتوسط. الحسين أوزيك متحدثا إلينا قبل قليل من ميناء طنجة المتوسط، شكرا لك. وفي